أسبوع موفق وممتع جدا برفقتنا، كتمنوها لجميع أوفياء وخاصة المستمعات المغربيات الحادقات اللي كيسمعونا دائما وكيشاركوا معنا في البرنامج. غادي نمشيو مباشرة شي وتلالم ولاتي عند بشرة من قلعة السرغنة، واللي تبارك الله عليها العديد من الاقتراحات اللي قدمت لنا، وخاصة الحلوى يعني الكيكة اللي بالطبقات اللي لقات استحسان ديال كثير من المستمعات واللي جربوها، فاكيد على انه مجدنا المزيد من الشيوات والاقتراحات غادي نتعرفوا عليها اللحظه. معنا بشرى من قلعه السرغنه، وكنشكر كل المستمعات المغربيات الحادقات اللي كيتواصلوا معنا دائما وكيشاركوا معنا في التواصل المباشر باقتراحات والشيوات اللي كتلقى استحسان ديال كل المستمعات. الو بشرى، صباح الخير. اهلا، صباح النور. كي صبحتي؟ لاباس عليك؟ ياك وليتي شويه. الحمد لله، بارك الله فيك. بارك الله عليك لالا بشرى، وكنشكرك بزاف على المشاركه ديالك الفعاله وعلى هاد الاقتراحات اللي كتقدمي لنا دائما. انا تحت الرحب الساعه ان شاء الله. بارك الله فيك. ما كاينش اللي موجود هذيك الكيكه وما دعاش معاك بالخير، والله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. لا انا تقلقت قبيله كان وديك الكريمه ان ما تدخلش الثلاجه، ما تدخلش الفران. اييه نهضر معاك باش نصحح المعلومه، كنطاطن باش كنصيب دائما لاقي اوكيبي ديال حتى نهضر ان شاء الله. وباش ان شاء الله يعني لا اي وصفه انا يستحسن اني نعاودها فعلا. اييه اييه المشاهدين باش يتبعوا معايا ما راحش تخرج لنا كي كتخرج ليا ان شاء الله. عندك الحق، ولكن راه صححنا قلنا لانه راه كتدخل الفران. سمعت لانه سجلت معك انا بالحرف، هذاك الشيء علاش انا بقيت عاقله عليه. واخا على بركه الله نبداو، وتفضلي. اليوم عندي لائحة مزيانة، شيوات مزيانين. ايه مرحبا. هادو جربتهم نهار السبت، كانوا عندي شي ضياف، قلت غادي عندي تواصل مع اثنين جربتهم. غادي نلقاو استحسان ان شاء الله. ايه اكيد ان شاء الله. عندي كلافوتين ديال الخوخ. عندي غراتان سكري واناناس. عندي كروكيت ديال كريم باتيسيير بالمشماش. وعندي كيكة بالشوكولات بالخيزو. وعندي طريقة الخليع ديال الدار ومتعتبرها بحال اللي كتشرف الزنقة تماما. واخ يلا تفضلي على بركة الله. شوفي باش غادي نبداو بالخوخ. اييه عندي علبة تاع الخوخ، نشري ديك العلبة الكبيرة. يعني ديك العلبة اللي مثلا أو لا ديك طرية، يعني إما علبة علبة أو لا خوخ طري ديك مهبر، خمسة خوخات القسمة كيعطيو لنا 10 نصوطة. نقطعهم منفاك نحطهم، نشدو عند المول يكون مزيان مويان ما بين 18 20 او لاديك ما بين 18 مزيان كاع، كنشدو كنحطو داك كنبيعو داك المول، كنحطو ديك الصوصه على الدفه ديالو. كنشدو دوك العمارات كنديرو فواحد. الا سمحتي عفاك بشرى، كاين شويش في المكالمه، حنا غادي نديرو فاصل اعلاني وكذلك نسقو معاك باش نشوفو يعني شي بلاصه اللي تكون يعني واضحه بزاف. بقاي معنا بشرى. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات لالا مولاتي ودائما في تواصل مع بشرى من قلعة السرغنة اللي بدينا معها أول اقتراح واللي هو ديسير بالخوخ. ألو بشرى. ألو، السلام عليكم سناء. أييه، إذا قلتي لنا علبة كبيرة ديال الخوخ المعلب أو لا ما كانش ناخذ الخوخ العادي. الخوخ طري يكون طري. أييه ندهنوا بالزبدة، دائما كنأكد على الزبدة الممتازة. أييه كنحطوا ديك الصلصة ديال الخوخ على كفاهم كيبقاو هكا بومبي. أييه كنشدو دابا العمارة اللي غادي نديرو هاد العجينة، كنشدو 90 غرام ديال السميدة. واخا. حتى 110، علاش قلت 110؟ حيت لا استعملنا الخوخ طري كنديرو 110 غرام. درنا المعلب راه كيكون حلو. حلو. كنديرو 90 غرام. واخا، هادي ملاحظة مهمة. مقادير مضبوطة راه غتجيو 100%. إن شاء الله. كنشدو زائد 3 بيضات. كنطربو مزيان حتى كيتحل داك البيض. كنزيدو عليه 90 غرام ديال الدقيق. فانيلا. اييه ساشيه تاع الفاني. عاد زائد معلقه صغيره تاع البودر فاني. اييه زائد 50 غرام ديال المايزينا. اييه جنشو. كنطربو داك الخليط مزيان، كنشدو كنخويو على داك الخوخ. في 90 غرام سنيدة إلا كان الخوخ معلب، و 110 غرام ديال سنيدة إلا كان الخوخ طري. وثلاثة البيضات، و 90 غرام ديال الدقيق الفوص، و صاشي واحد ديال الفاني، ومعلقة صغيرة ديال بودرة الفاني، و 50 غرام ديال النشا. هادشي كله كنطربوه مزيان. كيتحط كتولي عندنا بحال شي بركة، بحال شي فلوكة عندنا عاينة في ديك البركة، ديك الخوخ كيجي بومبي. اييه كندخلو داك الكغاطا لتحت، داك الديسير كندخلو حتى كيشد مزيان. وكنشعلو عليه الفوق
كيتنفخ محدو هو كيتجمع هذوك الخوخات كيطلعوا الفوق كيولوا عايمين الفوق هكذاك واخا غادي طيبوه في الفران اييه عاد ديك الساعه كنشدو اللوز افيلي كنبطيوها مزيان بالنطاج وكندردرو عليها اللوز افيلي محمر اييه وكتقدم بالصحه والراحه وثما عندهاش اللوز افيلي كتخليها حتى كتبرد بتاتا انت كتبغي تقدمها للضياف هي اللي كتشد الصفايه كديروا عاد لي شوت ديال السكر كلاصي من الفوق اييه كيجيو على الديكور رائع ومن الاحسن يكون داك المول اللي عنده القاع ديالو كيتحل كيتحل من جنب اييه داك المول فين لا كيتحل من جنب ولا داك الوسطاني داك اللي كيتحل حتى من الوسط اللي كيتهز من الوسط واخا اييه باش كيبقى هذاك التحت ديال هذاك المول ساهل انه نهزو هذاك الديسير فوالا يجي فاسيل هذا يجي ساهل فعلا تبارك الله عليك رائعه بزاف اييه وما فيهاش بزاف ديال المقادير كتكلم مع الكوتي كتكلم ديسير مع مورا الغدا كانوا الضياف يعني ابيتيال في الماكلة ديالتها واخا ندوزو للكغاتان سكري انا لا المقادير عندنا غنشدو 90 غرام ديال الزبده كتكون غامولي ما دايبه ما والو حراره المطبخ كنشدو فانيلا كندير معلقه ديال بودر فاني ممتاز كنديرو 15 سنتيمتر حليب كوكو السيده لما كانت عندها حليب كوكو حتى بالحليب العادي كتجي زوينه جوجهم كنديرهم هكا وهكا 50 غرام مايزينا 50 غرام ديال البيضات وعندنا العجينه المكسره اللي كتحضى ب 400 غرام ديال الدقيق عندنا 250 غرام ديال الزبده وعندنا 3 صفار ديال البيض وبيضه وجوج معالق كبار ديال السكر كلاصي العجينة ديال لاباط بغيزيرا كنخدموها برؤوس الأصابع كالمعتاد كنجمعوها كنكوروها كنخلوها ترتاح واحد نص ساعة كنشدوها ملي كنشدوها نص ساعة كنشدو ديك الساعة نطالوها في المول ديالها وعندي واحد النصيحة باش تجيهم لاباط دائما غارقة من الوصمة لا بارفو ملي كنديرو لها التشناف ديالها كتهبط لينا ديك التشنيفة ديالتها وكتخسر لينا المول ملي كنبغيو نعمرو شي حاجة سيغتو كتكون عندنا واحد العمارة كبيرة هادي سيتي ميثود بروفيسيونيل أنهم يشدو اي حاجه تكون قاصحه كالحمص او لا الفول او لا الروز اييه شي جبنيه ويحطوها على العجينه خضراء بتاتا ويدخلوها كطيب بهذاك هذيك الثقل ديال هذيك المواد القاصحه كيضغط على ذاك المول العجينه فوالا كتبقى عندك واحد المونتاج 10 على 10 ما كيخسرش واخا ولكن غادي نطيبوها كويسو ابلون يعني ما غاديش نطيبوها كلها دي كويسون تبقى بيضه العجينه عي كتنشف كنخرجوها كتبرد كنحيدوا هذاك الحماص ولا الروز اللي درنا كنعاودو نخبعو تنحفظو بهم ثاني من العجينه اخرى ما كيخسروش مييه دابا كنشدو دابا العماره اللي غادي وكان عفوا وعلبه ديال الاناناس تكون كبيره واخا علبه ديال الاناناس كبيره دابا كنشدو الجبنيه كنديرو فيها 90 غرام غامولي كنديرو على ديك الفانيلا مييه عندنا السوي بالليد وكنخدمو حنا كنخدمو اومين طو كنديرو هذاك 15 ديال الحليب ديال الكوكو مييه وكنديرو ديك 90 غرام ديال السنيده كنطربو مزيان وكنزيدو عليها عفوا ضيفي 100 غرام ديال الكوك في المقادير 100 غرام ديال الكوك 100 غرام 100 غرام ديال الكوك يكون طحون يعني ما يعادل ديك كاس ونص 100 غرام الطحين مطحون كنشدو داكشي كله كنطربو مزيان عاد كنزيدو عليه 50 غرام ديال المايزينا ربعات البيضات وكنطربو ديك العمارة مزيان حتى كتولي عندنا يعني ليس مزيان تخدمات مزيان كلشي تميلونجا هي اللي كنشدو هذاك العجينه كنرصيو عليها هذيك الطروفه ديال الاناناس الطروفه ديال الاناناس كنقطعهم اون دي يكونوا مغصويات وكنديروا عليها معلقه ديال النشا علاش معلقه ديال النشا باش تابسوغ بكاع داك السيرو اللي تيكون باقي في الاناناس كله يتمص واخا باش ما ديناش واحد الكغاتان ميه حنا بينا كغاتان تكون هكا مجموعه فكيلي كاع المكونات فيها مجموعين كنشدو كنرصيو الاناناس كنشدو ديك الخليط اللي خلطنا كنخويهم الفوق وكندخلوها كطيب كنشعلو التحت حتى كيطيب يعني اللي كيطيب العجينه التحت راه كتقوفل هي كتقوفل ما حتى كطيب وهي كتنفخ نشدو في العجينه التحت انا راه طابت نطفيو التحت ونشعلو الفوق ملي الانفا كنطلعو الفوق راه كتطلع سوفلي كتنفخ حتى كتشد مع النيفو ديال المول ملي كطيب كنشدو كنخليو كن من ديك العلبه ديال انا كانت عندنا علبه كبيره كنشدو كنخليو واحد ثلاثه طونشات دايرين اييه كنشدو معلقه ديال العسل
دابا طيبنا الكغاتان. ايه طابلينا داك التيسير دابا بقى لنا غير تزيين. فوالا دابا غادي نديرو ديكوراسيون. واخا. كنشدو المقله كنديرو فيها معلقه كبيره تاع العسل اللي يكون داك مزيان. كنديرو الزبده سنترا. كنخليوه حتى كيتميلونجا كطلع واحد الكشكوشه في المقله هي اللي كنحطو دوك الانفاط دي غونديل. كيتعسلو من الفوق شويه من الفوق من التحت ديريكتومون دغيا كيتعسلو يعني بشويه السيدات يقلبوهم لان ما فقالي شويه. ملي كيتعسلو كنحطهم هذاك لاصوص ديال ديال اللي حضرنا به عسلنا به ما غنلوحوش غنشدو غنصفيو هو اللي غادي نابيو به الكغاتان من الفوق. هكداك. فوالا. غادي نابيو به داك الكغاتان غادي نشدو ونحضر ونحطو عليهم هذوك لي غونديل ديال ديال الاناناس عفوا من الفوق كنشدو واحد البوشيت ديال ميكا كنديرو فيها الصلصه تاعت الكراميل ماشي الناقص بحال داك اللي عطيتكم. اييه. الصلصه تاعت الكراميل اللي كنحضرها بكاس صغير ديال سنيده. كاس صغير ديال سنيده اييه. فوالا كنديرو حتى كيكتمل على واحد العافيه مهيله عطينا واحد اللون بني. ما كانش عندنا لا كريم فريش نديرو الحليب ونورمالمون كتجيب لا كريم فريش نديرو نص كاس ديال لا كريم فريش مع عمر شويه 50 غرام ديال الزبده كنحركو مزيان كنديرو عليها معلقه ونص ديال النشا داك لا كريم فريش نديرو نصو في لا كريم فريش في سنيده ونصو غادي نخلطو به المايزينا داك نص كاس ديال القشده الطريه. فوالا غادي نديرو ديالو نحركو به داك داك الكراميل واللي باقي غادي نديرو به المايزينا باش تخلط لينا ونخويوها على هذاك الكراميل نبقاو نحركو نحركو صافي كنصفيوها هي كتبرد وهي كتختار كتولي وحده كتبرد وكتجمع كتولي خاطره كتهزيها بالمعلقه بحال كتهزي شي حاجه خاطره بزاف. اييه. صافي كنديروها في شي بوشيت ديال الميكا ديال الميكا بلاستيك وكنشدو من الفوق وكنبقى نديرو خطوط الشكل اللي بغيناه. التزيين على حسب الرغبه. فوالا كتجي واعره رائعه. فعلا. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك يعني جوج ديال الديسيرات مختلفين واحد بالخوخ والثاني بالاناناس. اكيد اكيد واعرين. يعني خصنا نتبع معاك هذه المراحل. الكيك ديال الشوكولات بالخيزو. اييه. غادي نشدو خمسة البياض لالا سناء هاد الكيكة فيها شوية ديال لاتيكنيك يتبعوا معايا السيدات مزيان لأن لا تبعوا معايا راه غتخرج ليهم مخيرة. غنشدو خمسة البياض ديال البيض. غادي نطربوهم. غادي نطربوهم نص طريبه يعني شتي تبلينا نص ديال المورانك. اييه. ماشي غادي نطلعو ما بغيناش غنطلعو مورانك كان في الاول تبلينا النص. واخا. عاد نزيدو عليه جوج كيسان ديال السنيده. اييه. ملي غنشدو نبقاو نطربو نطربو لمده 8 دقائق حتى ل 10 حتى كنحسو بان صافي ولا مورانك تخي تخي فيرمي. بغيتو انا يكون عاقد وكيطلع وكيتبون باقي يطلع النيفو اللي طلع فيه البياض ديال البيض هو اللي غادي يبقى فيه لان ما فيهاش الخميره. داكشي خصو يطرب مزيان. هذه هي النصيحه اللي بغيت ناكد على المشاهدين. كنشدو ملي كنطربو صافي دابا كنحيدو الباتور كنشدو جوج كيسان ديال سنيده ديال الزيت وبالسباتيل ديال البوا اولا ديال البلاستيك كنخدمو بشويه وحنا كنحركو بالكبو حتى كنكملوا دوك جوج كيسان مع الحرص بان يبقى عندنا دوك البومباج ديال السوفي ديال البياض الطيب. كنزيدوا عليهم عاوتاني جوج كيسان ديال الخيزو محكوكين. خيزو محكوك في الحكاكه الرقيقه. فوالا ديك الحكاكه ماشي ديك الحكاكه الرقيقه اللي كتخرج رقيقه بزاف لا دابا خرجت واحد الحكاكه زوينه ميني زوينه كتخرجوا يعني بين وبين ما بين هذيك الغليظ. زوين جوج كيسان لا ديك الرقيقه لا لان كتلق الماء. اييه. تلقات الماء غتخسر لينا غتهبط لينا الكيكه. خلي داك الليمويات جوج كيسان ونحركو بشويه بشويه حتى كيتحل لينا داك البياض البيض وكنحتفظو على البومباج ديال البياض ديال البيض. لا هبط لينا كيخسر. كنزيدو عليه عاوتاني ثلاث معالق ديال بودره الكاكاو. هذيك المعالق ديال بودره الكاكاو كنكونو غربلناهم مزيان وكنزيدو ثلاث معالق بشويه بشويه اضافه على 10 المعالق ديال الدقيق ما يكونوش عامرين بزاف العموريه اللي كنهزو بها المعلقه كنمسوها. وكنبقاو نخلطو 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 صافي حتى كنخلصو على واحد الخليط ناعم بومباج هكا من فوق هكا كل من فوق لان السخيه اللي فيه هي اللي كتبقى فيه. وكنديرو في واحد المولد كنلبسو بابي سيفريزي بوغي كندهنو وكندخلوه ملي كيخرج كنخليو في الفران مع الحاج كنطلب السيد انهم لا طيبوها ما كيطيب كيتفلو على الفران ويخليوها حتى يبرد الفران على خاطرو عادي يخرجيها
لانك تخرج من الفوق مشقفه جايه في الشكل ديال البراوني. اييه يعني خليوها في الفران. واي خليوها في الفران نصيحه ثاني خلطه كيبرد الفران وتشد فراسها وشدك تصيه كتشقص ملي كتحل ليها كتقول لي براوني هذه. اييه ملي كتخرج كنجلى لا غاناش 150 غرام ديال الشكلاط. 150 غرام ديال الشكلاط 50 غرام ديال لاكريم فريش. اييه وعد 20 غرام ديال الزبده. كنذوبوهم مزيان حتى كنحصلوا وكنصح الشوكولات النوع الجيد باش كتجي واعره هاد الكيكه. انت الا دار داك الشوكولات شويه داك الرخيص كتجي زوينه ولكن ما كتبقاش ماشي بحال الشوكولات. ولا ما كاين داك الشوكولات ديال انت اومو بعدا يشري ديك 60%. الا ما قدش على 84 74 شويه ديك 60% ديال الكاكاو باش كتنجح الوصفه. كنشدو كندهنو ولكن ديك الساعه كنكون دايره كاسرونه اخرى مذوبه فيها الشوكولات الابيض. القياس ديال 2 دراهم ديال الشوكولات الابيض غير شويه لان حنا خاصنا غير شي شويه 2 دراهم كنذوبوهم او مين طون. كنطالي لا بروميير كوش ديال الشوكولات الكحل كنفينيها مزيان على المول او مين طون كنشد معلقه صغيره كندير دي بتي بول ديال الشوكولات الابيض كنحطهم دي بول هكا من بعدين على الكيكه كندورها بيه وكنخلي فراغات. هذا الشوكولات الابيض فوالا كنحطو ديريكتومون فوق الشوكولات الكحل. لا تكنيك فين كاينه كنشدو الموس وكنشدو بالراس ديال الموس ما غاديش نشدو حنا الشوكولات المغربي ومع الشوكولات الابيض. غادي نشدو غير الراس ديال الموس ونشدو ديك الكره ونجروها خطوطه على الشوكولات الابيض وكيتسرفوا لك خطوطه وكيجيكوا على الديكور رائع. تحاول السيده ما تميلونجيش الكحل مع الابيض. يعني ملي نديرو طبقه من هذاك الشوكولات الكحل هذيك الساعه نديرو هكا كويرات متباعدين بيضين. ياك ونجروهم بالراس ديال الموس باش كيعطينا بحال تموجات يعني بحال الخطوطه هكا. فوالا كيجيك واحد الديكور رائع شي هو منه صافي كتدخل الثلاجه كتبرد كتكال بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. غندوزو دابا الكروكيت ديال كريم باتيسيير وبلي زابغيكو. غادي نشدو دابا غادي نوجدو لا كريم باتيسيير هنا انا غرادي اون كريم باتيسيير تخي فيرمي ما بغيتهاش تكون ليس ما بغيتهاش تكون خفيفه. لان غتولي كروكيت. غادي نشدو نسيطرو ديال الحليب هادوك خمسة صفار ديال البيض اللي نقصناهم من الكيكه. اييه هما اللي غادي نديرو لكم في صفار البيض حتى حاجه ما غتضيع فعلا. واخا غادي نشدو صفار ديال البيض دوك الخمسه غادي نطربوه مع 100 غرام ديال السنيده فانيلا بودر ديال الفاني لكنتي لاحظتي ديما كنأكد انا على بودر فاني علاش بودر فاني كتعطي واحد لا فوفاريزاسيون تكستور ديال لوكو واعر كتعطي واحد لوكو يعني ماشي هي كتكون شويه مجهده في هذا يعني ناخذوا منها غير مثلا معلقه صغيره ولا بحال بالنسبه لهاد لي كروكيت لا في هذه الوصفه بحال هذه الوصفه دابا هذه سي كروكيت سكري كريم باتيسيير قد ما قلتي الفاني اما كيجي في لوكو واعر راه كاين دي شي غوسيت كنديروا نص معلقه كنديروا نص معلقات فوالا كنشدو كنشدو خمسة صفار البيض 100 غرام سنيدة ساشي ديال الفاني بودر ديال المعلقة كنديرو كنخلطو مزيان كنزيدو عليهم جوج معالق كبار ديال المايزينا نورمالمون في لي كريم باتيسيير ما كنديروش جوج معالق كبار كنقصو بان كتجينا لي بوغ لي باغ هادي حنا بغينا فيغمي غادي نديرو جوج معالق كبار واخا نخلطو مزيان مزيان نكونو ديجا غلينا الحليب مع الفاني مع الفاني ملي كيغلى كيبرد كنميلونجي وراه كلشي عارف كريم باتيسيير هي تحرك ما تحيدش ايديها باش ما تديناش الحبيبات نحصلوا على واحد الكريم قاسحه ونحطها تبرد. غادي نشدو دابا المشماش اللي عندي المعلب يدير المعلب اللي ما عندوش يشد داك اليابس المشماش اليابس تسدقوا السيده بالماء عفوا بالماء طايب حتى كيرطاب ملي غادي يرطاب تشدو تعصرو تصفيه تقطعو رقي ووقت بزاف بالقطاعه طريقه صغيورين تحطو في واحد الجبانيه ودير عليه واحد المعلقه ديال المايزينا دائما ديك المعلقه زينا راه عندها واحد السر كتمص كاع الملكات الفواكه. واخا كنحطوها اباغ كنشدو وكنشدو مقله كنديرو فيها العسل وسنيده اولا العسل والزبده اولا سنيده والزبده كنخليو تطلع ديك الكشكوشه كيف العاده باش تسهل علينا دغيا تنشف ونلحو فيها هذاك المشماش ونبقاو نديوه ونجيبوه حتى كينشف بتاتا في ديك المقله وكنديروا على واحد البانسو ديال المعلقه ديال القرفه. اييه ديال القريفه شويه لسانه. واخا وملي كطيب كطيب هكا شويه شويه كنشدو حتى اللخه ملي كتنشف كنشدو ثلاث قطرات ديال العصير الحامض. اها وكنديو كنجيبو حتى كينشف داك المشماش ملي كينشف
وكيعطيو واحد اللوين كيفيت كيشد فراسو كنخلطو مع الكريم باتيسيير. كندخلو للثلاجه كنساو السيده تش ديرها في الصباح بغات توجدها في العشيه، هذا هو الوقت وجدها في هذا الوقت، خليها حتى كتشد فراسها. ملي كتشد فراسها كتجينا سهله نديروها ديبول. دهن السيده يديها مزيان بزبيته ولا بزبيده وديرهم ديبول على الشكل اللي بغات هي ديك كروكيت، وتحطهم في واحد اللاطه وتعاود ترجعهم للفريغو. فين كاينه لا تكنيك وناجح ديال هاد الكروكيت ان السيده ما تقليهمش فاتت حتى يوليو حجره. اي حتى يجمدوا مزيان. فوالا لان كريم باتيسيير راه دغيا كيرجع فين كيتخرج، كنخليوها حجره يعني نشدوها ونلوحوها مثلا في الارض كنخليوها باقا حجره. يعني نديروها كويرات ولا كريسات على حسب، وديك الساعه نديرهم في اللاطه وندخلهم الثلاجه حتى يجمدوا مزيان. دير السيده الكميه اللي بغات وقت ما جاوها الضياف، دير واحد الباطا جاوها الضياف على العشيه. عجينة البنية سي تخي فاسيل بريباري، صافي كيكونوا هما الناس حدينهم خص يكونوا حجرة ولا سنة، ما تكونش السيدة تقول تشد في يديها وكتجي كتمونطا، كتقول صافي راه غتلا راه غتقليها وغتحليها، تولي حجرة كنأكد عليها، وديرها في الثلاجة وتوجد البنية، البنية كنوجدوه ب 150 غرام ديال الدقيق، جوج بيضات، شوية الملح، ثلاث معالق كبار ديال الزيت، و 15 سنتيليتر ديال الماء المعدني. ما كانش الماء المعدني تشد المطاي ديرو حتى كيغلى وديرو حتى كيبرد، وتخلط مزيان مزيان تخلط حتى يولي عندنا خماره حمراء عفوا. ايه خماره وحده الحلوى. فوالا وتخلط داك الخليط غطيه بالسلوفان تخليه لمده قسمين. 150 غرام ديال الدقيق الفرص وخماره وحده ديال الحلوى وجوج ديال البيضات وشويه الملحه وثلاثه المعالق كبار ديال الزيت وتقريبا 15 سنتيلتر ديال الماء معدني من الافضل. ونخلطوا كل شيء. خلطت كل شيء وتخليها ترتاح وصافي. ملي كتوجد صافي البنيه كنشد دوك الكويرات نجبدوهم من الكونجيلاتور. كنشدو ديريكتومون كنشدهم كنخشيوهم في سنيدة مع بيضة مع معلقة صغيرة ديال سنيدة. الكمية اللي غتهز ليها بيضة ولا جوج، إلا كانت بغات تقليهم كاملين راه غدير جوج بيضات، كان بغات دير القياس اللي بغات دير غدير غير بيضة، القياس على حسب تقلي 10 ولا تقلي 12 على حسب أفراد العائلة، هما نورمالمون كيخص كيخرجوا 30 بول. فهمتي باش نقول لك أنا؟ إيه والبيض يتخلط مع السنيدة ياك؟ فوالا لأن سوسون دي كروكيت سيكري. واخا إيه. كنطربو مزيان كنشدو دوك لي كروكيت كنخشيوهم في ديك الغطسون في البيض ونهزوهم حتى يتسقطرو مزيان ونعاودو نخشيوهم في ديك البينيي مزيان يتلبسو نديرو جوج مرات نحطو المرة الأولى حتى يتسقطر العجينة ونعاودو نغطسوهم ثاني في البينيي ثاني. واخا لا سمحتي عفاك باش نشرح للمستمعات بالنسبة مثلا العجين ديال البينيي يعني ورقناه ياك قطعناه بطريقة العادية ديال البينيي. لا هذا ماشي غادي يجينا قاسح. صافي دابا عاد فهمت معاك. دابا الكرات دابا ديال غادي نغطسوهم في هاد العجين فعلا ما غاديش يتجمع لينا هاد العجين ديال البنيه ياك. هذا ديال البنيه هذا غتغطسيهم غتغطسي دوك الكرات وسط العجينه وغتبقى تهزي بالمعلقه وتهزي بالفرفيطه كيتسقطر ونعاود نخشي ثاني الكوش الثانيه ونجي نلبسو مزيان حتى كيتسقطر. فهمتي دابا؟ صافي دابا مفهومه لان دوك لي كروك هذوك الكريم باتيسير اللي وجدنا ودرناهم هكا على شكل الخبيزات ولا كريسات هذوك كيكونوا جامدين مزيان افضل يكونوا قاصحين مزيان ونغطسو. يمكن لهم انهم يديرهم ديسكات دايرين يديرهم دواور. اي على حسب الرغبه. بغاو يديرهم دواور اش غيديروا؟ غيشدوا السلوفان وغادي يدهنوها بالزبده وغادي يخوي ديك العماره ديال الكريم باتيسيير وتسرح السيده الدهن يديها بالزبده وتسرح مزيان الفورمه ديال الكريم باتيسيير ميلونج مع لازابريكو الفورمه اللي بغات 2 سنتيمتر 3 سنتيمتر وتدخلها تولي حجره وتشد لي ديسك وتقطع. فهمتي؟ انا اللي كنأكد انهم يكونوا حجره. ما يقولوش سيف راه ما نشحكي لا والو انا باقيين عندي في الفريكو. لا فعلا كيف ما قلتي ونخليوهم وقت ما بغيناهم ونعاودو دغيا نوجدو هذاك البيني ديالهم. دابا قلتي لنا الطريقه ها هما جامدين كويرات وكنغطسوهم في البيض مع السنيده ونهزوهم من هذاك البيض والسنيده هما مسقطرين ونغطسوهم في هذاك العجين ديال البيني ونعاودو عاد كذلك نغطسوهم مره اخرى في ذاك العجين ديال البيني حتى كيتغطاو مزيان ياك. فوالا باش كيجيو هذوك واللي كان لي ساكومبانيومون مع هاد لي كروكيت هو لي كولي ديال المشماش. واخا لان ملي كتاكلي عضه تاع لي كروكيت كتغصي في داك الكولي كتعجبك تكملي الماكله كتلدي بالمذاق ميلونج.
الكولي ديال المشماش كنديروا بدا كنشدوا المشماش يابس وكنسخنوا واحد الكاس كبير ديال الليمون كنديروا حتى كيغلى شويه كيسخن وكنخويو عليه داك المشماش وكنخليه حتى كيرطاب وحتى كيشرب مزيان داك الليمون المشماش وكنشدوا الطحانه وكنطحنوه مع السكر كلاصي حتى كيولي كومي كومبوت هكا كيولي عندنا كولي وكنشدوا كنديروا في السوبيير مع الكولي ديال الفريز حتى هو عندنا لو دو كومبانيون مع هذيك خوكيت الكولي ديال المشماش اولا الكولي ديال الفريز بنفس الطريقه كيجيو واعرين ولذاذين بزاف كيتكالوا مع القهوه عصير اللي كان كيتكال تبارك الله عليك بشرى غادي نعطيك دابا الخليع وللاسف ما بقاش لنا الوقت الخليع شوفي ديك السيمانه ما دوزتونيش للاسف كنت عيانه دابا شوفي الزهر بيناتنا وانه كنت عيانه ذاك النهار داكشي علاش انا بديت معك اليوم ولكن ان شاء الله ده ما كيمنعش لانه ان شاء الله خلال هذا الاسبوع نتمنى يقبط لك الخط ان شاء الله ولا نتواصلوا معك مره اخرى ان شاء الله وفي المزيد من الاقتراحات يا ربي بشرى غير نوجدوا هذه الاقتراحات بطريقه مضبوطه كيف ما عطيتيهم لنا ان شاء الله الله تبارك الله عليك ما بغيتش تخليني نقول اهداء لا الاهداء مرحبا غير واحد بالنسبه للخلع لانه غياخذ وقت طويل وخصنا نتبعوا معك المراحل وهذه المره عندي ان شاء الله الدار كيجي رائع هذه المره وجدي لنا شهيوات مالحين وفيهم نيت كذلك الخلع باش دابا عطيتينا غير لي ديسير هكا حلوين الله يعطيك الصحه لا واخا تفضل لنا بشرى كنشكر جميع السيدات كاع جاراتي اللي دايرين فيا الثقه وكنشكر كاع المشاهدين الكرام بزاف الكليان كاع اللي كانوا دايرين في الثقه وكنجد لهم كاع داكشي اللي كيعجبهم كنشكرهم جزيل الشكر وما غاديش نكذب عليك غادي نشكر واحد جوج اشخاص اللي بلا ما نقول سميتهم اللي ساعدوني بزاف هذا المجال ديال لا كويسون ديال لا كويزين الحمد لله المجال ديال لي باتيسري اللي استفدت منهم بزاف اللي شاف بجوج كنشكرهم بزاف اللي اي حاجه كنبغيها ما تيبخلوش عليا وكنجتهد والحمد لله نكون عند حسن المشاهدين اكيد ان شاء الله اللي بغاوها لا سنه مرحبا تليفوني راه عندك اللي